ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الثلاث 30 نوفمبر تشرين الثاني 2021. يا عزيزي الجوزاء، سيكون هذا اليوم لا ينسى بالنسبة لك، وربما قد تكون اظهرت لامتحان او مقابلة لم تكن تتوقعها، ولكن تبين انك كنت الافضل. السبب الوحيد وراء توترك هو عدم ثقتك بنفسك. لقد فشلت في إدراك مدى موهبتك، لذا ها هي النجوم تصرخ بأنك موهوب. بالنسبة ليك عاطفيا، قد تبدأ بملاحظة حزينة، ولكن مع تقدم الوقت ستدرك أنها ليست بالسوء الذي تعتقده، ولكن بشكل غير متوقع تبين أن الكره في ملعبك. الآن بعد أن أتيحت لك الفرصة للتقدم على الجميع في السباق، قد تجد نفسك تضع خططا وتبحث عن طرق لتنفيذها. هذا وقت سعيد بالنسبة ليك ولعواطفك الحزينة. لا تخطئ بفرص اليوم. مهنيا ليك يا جوزاء، إذا كنت تتساءل لماذا لا يكون الحظ في صالحك، فسوف تتغير آرائك اليوم. يدفعك الكون بأكمله لتحويل أحلامك إلى حقيقة، ولديك الآن دليل على قدرتك. توقف عن الشك في قدراتك، لأن جميع الأحداث تشير إلى أنك تستحق أن تكون في مكانك الحالي. فقط ركز على المضي قدما للاستمرار في حياتك. بالنسبة ليك صحيا، بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك الجسدية، سوف تشعر أنك بخير، لكنك ستقلق بشأن نتيجة الامتحان التي شاركت فيها. وعلى الرغم من أنك لا تتوقع كسرها، فلا يزال هناك أمل وكثير من القلق بشأن الكيفية التي تسير بها الأمور في النهاية. ومع ذلك فأنت تدرك ما أنت قادر عليه. اغتنم كل الفرص المتاحة أمامك لليوم. توقعات السفر لمن يهمه السفر اليومي. يبدو أن النجاح يقترب منك، وأنك على وشك الاستعداد لفعل أي شيء يوفر لك فرص للنجاح في الحياة. لقد أعطاك عملك الجاد النتائج الآن. قد يتطلب العمل منك السفر إلى أماكن مختلفة. بالنسبة للبعض قد تبدو هذه الفرصة مثل يا نصيب اليوم، لأنك لا تحصل فقط على رواتب جيدة، ولكن يمكن أيضا السفر إلى أماكن طالما رغبت في زيارتها طول حياتك. نصيحتي ليك اليوم، استمر بنفس القدر من الطاقة يا جوزاء. نصيحتي للعزاب، حان الوقت لتحقيق أحلامك. نصيحتي للمرتبطين، استمتع بكل لحظة مع بعضكما البعض. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.